السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Grade 6. Today our lesson is about reproduction in flowering plants. طبعا نحن أخذنا الدرس، هنعمل هلا حل تمارين اكسرسايز على هيدا الدرس. بالبداية أنا هعملكم ريفيو كتير سريعة. في عندي هيدي لفلورينج، هيدي الفلاور للأورنج تري. الأورنج تري لاحظ أنا في عندي هون السيبل، هيدا الجرين ليف، عندي كمان البيتل اللي هي الكولورد ليف، هيدا اللون الذهب، عندي كمان الستامن، وبالاعلى في عندي البولن جرين. هون في عندي الاستيغما، طبعا هيدي الاستيغما المال ريبرودكتيف اورجن، عندي كمان هيدا الاوفري. اذا بنركز على هول الكلمات، عندي هيدا الاوفري اللي هو فيميل ريبرودكتيف اورجن. طيب عندي هذا الاكسرسايز، عم يقول لي بالاكسرسايز observe the figure below and then answer the question that follow. اذا انا في عندي 3 figures، هيدي اول وحده figure 2 وهيدا الفيجر 3. حنشوف شو عم يصير. عندي هون البولن جرين، عندي هيدا التيوب، عم اوصل لهون على الاوفري. بالاوفري في عندي ovules 1 2 3 4 5 and 6. إذا 6 ovules موجودين بهيدا الفيجر. طيب بالمرحلة الثانية بلاحظ إنه البولن جرين عم يعملوا goes down، اللي بقلبهم السبيرم، ونحن قلنا إنه السبيرم هو عبارة عن male reproductive cells أو male reproductive organ الموجودين هون. هيدا السبيرم حيعمل باتجاه الأوفري، حيوصل لهون. بالفيجر 3 بلاحظ إنه تم الكومبانس الاجتماع بين البولن جرين اللي هن السبيرم مع 1 اوفيولز اللي هي هي. طيب هلا هون شو حيصير عندي؟ هذا الاجتماع بين الاوفيو والسبيرم حيصير عندي فيرتلايزد ايجز. هلا التمرين بالامتحان او بالمسابقه بيجي على هذا الشكل. اذا انا عندي هون الفيجرز، بعمل الاوبزرفيشن تبعولي، بلاحظ شو عم بيصير، وفي عندي 4 question، إذا 4 أسئلة. هلا كل سؤال حنحكي عنه أكثر بالصورة الثانية. طيب هيدا أول واحد عم يقول indicate the names of two natural phenomena shown. إذا أنا بالفيجر في عندي ظواهر طبيعية، لما صار عندي البولن جرين وصل على الاستيغما، فهيدي نحن كنا نسميها بالدرس pollination. بالفيجر 3 هون لما نزل عندي السبيرم وصل على الاوفري وعمل كومبانس مع الاوفيو، هذه نحن كنا نسميها الفيرتلايزيشن. اذا انا عندي pollination and fertilization. pollination and fertilization. The second one عم يقول describe in your own words. اذا نحن هلا بدنا نعطي وصف، وصف لشو شفنا بهذا الفيجر. اذا describe in your own words what happens in the figure. What happens in the figure؟ عم يقولوا لي البولن جرين، ذا بولن جرين deposit on the stigma of the pistil. اذا البولن جرين بالبدايه وين كانوا؟ على الاستيغما، والاستيغما هو طبعا parts of the pistil. emits a pollen tube، عم ينزلوا بالتيوب باتجاه الأسفل، which goes down to the ovule، حيوصلوا للأوفيو. then the sperm، هون السبيرم اللي بيكونوا موجودين بالبولن جرين اللي نحن سميناهم male reproductive cells، goes down and combines، رح يصير بيناتهم اتحاد واجتماع السبيرم مع الأوفيو. إذا combines with the ovule and form egg، رح يعطوا لي fertilized eggs، البيضة الملقحة. طيب هلا بالاكسرسايز 3 بال give the number of fertilized eggs in the ovary. إذا هيدا الأوفري، شوف الصورة، هيدا هو الأوفري. طيب هو بده number of fertilized eggs، البيضة أو البيوض الملقحة، قد إيه عددهم؟ فأنا قلت في عندي 6 ovules 1 2 3 4 5 6، بس في عندي بس وحده
اللي هي عم تكون fertilized eggs. إذا أنا بالجواب عم قل له حسب الفجر 1. إذا 1 fertilized egg. The question 4 في عندي predicate the number of seeds. إذا هلا عم نحكي عن البذور. Seeds اللي هن البذور. In the fruit. إذا أنا بعرف لما بصير عندي fertilized eggs وعندي بالأساس flower هي حتعمل change وحتعمل develop لحتى تصير fruit بالنهاية. هلا بالفروت بالفاكهة اللي نتجت عندي if all the ovules كل الأوفيولز اللي عددهم 6 كل الأوفيولز were fertilized. إذا أنا عملت تلقيح لكل الأوفيولز قد عم يكون number of seeds عدد البذور. كل الأوفيولز حيعطيني بذرة فأنا حقول 1 2 3 4 5 6 إذا حيكون عندي 6 seeds 6 بذور. بالتوفيق ويعطيكم العافية. درسوا منيح.